الاهلي يعني برج العربية الأمس بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري هي وصديقاتها في حادث على الطريق. ناس ورا على التليفون ما بقناش مصدقين والله ما بقينا مصدقين. والدها توجه على طول اسكندرية هو والدها هيروحوا مشغلين يا عم خلص وجع على طول. هي كانت متقضي العيد معاكوا هنا؟ هنا معانا معانا من يوم الوفاة وهي موجودة معانا. يعني طلعت من هنا على جت من القاهرة للمنوفية وما جاتش هناش تاني من ساعة ما مشت ما جاتش تاني. واهلي بقول لك متبادلين هناك وما طلعتش بنتنا ما طلعتش لحد دلوقتي. كانت طالعة مع حد من أصحابها من هناك كانت رايحة مع صاحبتها نرجس من هنا من القاهرة مش من هنا من لا من هناك كانت مقيمة هنا ولا في اسكندرية؟ انت اخر مرة شفتيها امتى يا حاج؟ امبارح الصبح. امبارح الصبح كان شكلها عامل ايه؟ يعني بنبقى عارفين ان هو بيبقى فيه توديعات او اي حاجة من الكلام ده، هل هي كانت حاسة ان في اي حاجة؟ يعني عملت موقف معين معاك وخلاكم في نفسكم تحسوا ان في حاجة غريبة؟ وهي ماشية وهي ماشية ده قبل الماتش معانا ده قبل الماتش حاول قتل بالله اسف كانت عاشقه للنادي الاهلي عليها رحمه الله. مين بلغ حضرتك الخبر؟ مين بلغك الخبر وقتل؟ عرفت الخبر من اخواتها كانوا معانا عيني وشافوها على التليفونات وقالوا لك ان هي بقاء لله نورهان تعرف يا رب. نورهان كانت خريجه ايه؟ عندها كام سنه؟ شد حيلك شد حيلك شد حيلك ربنا يصبرك يا رب شد حيلك وادعي لها احنا لا نملك الا الدعاء ليها. نورهان لم يعني نورهان امبارح لما انت شفتيها كانت اول يوم تشوفيها بعد غياب قد ايه لانها عايشه في القاهره معنا بقى لها 4 ايام يا بنتي بقى لها 4 ايام معانا من الوفاة وهي موجوده معانا بتعيط معاك بتعيط على طول معاك على طول معانا يا طول ده حبيبتنا وحنين علاني ده بنتي يا حبيبتي يا بنتي شد حيلك ودعالي كان متعودة دايما تروح تسمع الماتشات في الاستاد وتدعم نادي الاهلي كل ماتش يا نورة حضرتك دايما انا ربنا يرحمه ويصبرك يا منه. ليه اخوات؟ ليه اخوات نورهان ولا مالهاش؟ يا رب ليه بنت. ليه اخوات ايه؟ لا بنتين ولا بنتين ولا هي الكبيرة فيهم هي الكبيرة هي الحنينة هي كل عاجة هي دار وسند لابوها هي دار وسند لابوها لا حول ولا قوة الا بالله.